الرحمن الرحيم. أنا النقيب زهير الشيخ، قائد كتيبة أسامة بن زيد. أنا الملازم أول أبو زيد، قائد سرية الشهيد منهل فكري. أنا الملازم أول أمين أبو عثمان، قائد سرية الشهيد أبو عمار. أنا الملازم عبد المجيد أيوب، قائد سرية الشهيد كفاح سرماني. أنا الملازم محمود أحمد حمادي، قائد سرية الشهيد حسن الحسن. أنا الملازم محمد بيس، قائد سرية الشهيد محمد الشيخ. أنا الملازم أيمن حلاق، قائد سرية الشهيد محمد حسين الحلاق. حقيقة أنه عندما ثار الشعب المسحوق في سوريا على نظام بشار الأسد الرئيس غير الشرعي الذي أوصلته إرادة مزورة للشعب إلى كرسي السلطة، كان المواطنون السوريون يأملون من المجتمع الدولي أن يقوم بحمايته من القمع الوحشي لنظام الأسد كما فعل في الحالة التونسية والمصرية والليبية. وإن كانت قدرة المنظومة الدولية على ممارسة الضغط على النظام السوري محدودة وتختلف عنها في الحالات السابقة الذكر، على الأخص منها المصرية والتونسية، وحسب ذلك الاعتقاد استمر الشعب في تظاهره السلمي الأسبوع بعد الأسبوع والشهر تلو الشهر حتى ما يزيد عن نصف عام. على الرغم من القمع الرهيب الذي تعرض له المواطنون، كانت المطالب في بداية التظاهر إجراء إصلاحات سياسية تحفظ للمواطن حقوقه وكرامته، رغم أن الشعب كان يدرك تماما أن هذا النظام ليس لديه النية في إجراء تغيير لا في شكل النظام ولا حتى في طريقة تعامله مع المواطنين. والنظام بعدم التزامه بالقوانين والمواد الدستورية المفصلة على قده والتي كان يمكن إحداث التغيير انطلاقا منها لو أنه التزم بها، وتعنته في عدم الاستجابة للمطالب المحقة للشعب السوري حسب اعتراف الأسد بذلك، خرق العقد مع الشعب الذي حكم بموجبه وفقد شرعيته في الحكم، فكان لابد هنا من إسقاطه والمطالبة برحيله عن كرسي السلطة بعد انقضاء فترة 6 أشهر التي كانت كافية لأي نظام لإجراء الإصلاح. رأى الشعب السوري في الموقف الدولي تقاعسا عن عمد عن القيام بدوره المفترض في المساهمة بإسقاط نظام الأسد، ولاحظ أن لديه رغبة في استمرار الأزمة بصورتها الحالية لإضعاف الدولة السورية وإضعاف الدور التاريخي الذي طالما اطلعت به دمشق منذ فجر التاريخ في المنطقة. وبالتحديد كان هذا مصدر خوفنا وقلقنا من استمرار هذه الأزمة على مصير ومستقبل الدولة السورية. لذلك وبعد خسارة الرهان على حسن النية في المجتمع الدولي والقمع الوحشي الذي قام به جنود الأسد وأمنه سواء وسوء النوايا الذي تبين عند الدول الفاعلة، وإرادة منا على إنهاء أزمة الدولة السورية ومعاناة مواطنيها، ووفاء منا لما أقسمنا عليه في الكلية الحربية من حماية الشعب السوري الحبيب والدفاع عن أراضيه، نعلن نحن الضباط وصف الضباط والجنود المنشقين عن جيش الأسد تشكيل كتيبة أسامة بن زيد بإمكاناتنا الذاتية وإعادة توجيه السلاح إلى صدر عدو الشعب الحقيقي وأعوانه. عاشت سوريا حرة أبية. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر!